فضائلي لأبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل. يقول: كان ذات يوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع زوجته فاطمة الزهراء يأكلان تمرا في الصحراء، إذ جرت بينهما ملاطفة كلامية، فقال أمير المؤمنين: يا فاطمة، إن النبي صلى الله عليه وآله يحبني أكثر منك. فقالت: وعجبا منك، يحبك أكثر مني، وأنا ثمرة فؤاده، وعضو من أعضائه، وغصن من أغصانه، وليس له ولد غيري. فقال لها علي عليه السلام: يا فاطمة، إن لم تصدقيني فأمضي بنا إلى أبيك محمد صلى الله عليه وآله. قال: فمضينا إلى حضرته، فتقدمت وقالت: يا رسول الله، أينا أحب إليك، أنا أم علي؟ قال النبي: أنت أحب إلي، وعلي أعز علي منك. فعندها قال سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب: ألم أقل لك أنا ولد فاطمة ذات التقى؟ قالت فاطمة: وأنا ابنة خديجة الكبرى. قال علي: وأنا ابن الصفا. قالت فاطمة: أنا ابنة سدرة المنتهى. قال: وأنا فخر الورى. قالت فاطمة: وأنا ابنة من دنا فتدلى، وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى. قال علي: وأنا ولد المحصنات. قالت فاطمة: أنا بنت الصالحات والمؤمنات. قال علي: خادمي جبرائيل. قالت فاطمة: وأنا خاطبني في السماء راحيل، وخدمتني الملائكة جيلا بعد جيل. قال علي: وأنا ولدت في المحل البعيد المرتقى. قالت فاطمة: وأنا زوجت في الرفيع الأعلى، وكان ملاكي في السماء. قال علي: أنا حامل اللواء. قالت فاطمة: وأنا ابنة من عرج به إلى السماء. قال علي: أنا ابن صالح المؤمنين. قالت فاطمة: وأنا ابنة خاتم النبيين. قال علي: وأنا الضارب على التنزيل. قالت فاطمة: وأنا صاحبة التأويل. قال علي: وأنا شجرة تخرج من طور سينين. قالت فاطمة: وأنا الشجرة التي تخرج أكلها، أعني الحسن والحسين. قال علي: وأنا المثاني والقرآن الحكيم. قالت فاطمة: وأنا ابنة النبي الكريم. قال علي: وأنا النبأ العظيم. قالت فاطمة: وأنا ابنة الصادق الأمين. قال علي: وأنا الحبل المتين. قالت فاطمة: وأنا ابنة خير الخلق أجمعين. قال علي: أنا ليث الحروب. قالت فاطمة: أنا من يغفر الله به الذنوب. قال علي: وأنا المتصدق بالخاتم. قالت فاطمة: وأنا ابنة سيد العالم. قال علي: أنا سيد بني هاشم. قالت: أنا ابنة محمد المصطفى. قال علي: أنا الإمام المرتضى. قالت فاطمة: أنا ابنة سيد المرسلين. قال علي: أنا سيد الوصيين. قالت فاطمة: أنا ابنة النبي العربي. قال علي: وأنا الشجاع الكمي.
قالت فاطمة: وأنا ابنة أحمد النبي. قال علي: أنا البطل الأروع. قالت فاطمة: أنا الشفيع المشفع. قال علي: أنا قسيم الجنة والنار. قالت فاطمة: أنا ابنة محمد المختار. قال علي: أنا قاتل الجان. قالت فاطمة: أنا ابنة رسول الملك الديان. قال علي: أنا خيرة الرحمن. قالت فاطمة: وأنا خيرة النسوان. قال علي: وأنا مكلم أصحاب الرقيم. قالت فاطمة: وأنا ابنة من أرسل رحمة للمؤمنين وبهم رؤوف رحيم. قال علي: وأنا الذي جعل الله نفسي نفس محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول في كتابه العزيز: وأنفسنا وأنفسكم. قالت فاطمة: وأنا الذي قال في: ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم. قال علي: أنا علمت شيعة القرآن. قالت فاطمة: وأنا يعتق الله من أحبني من النيران. قال: أنا شيعتي من علمي يسطرون. قالت فاطمة: وأنا من بحري علمي يغترفون. قال علي: أنا الذي اشتق الله تعالى اسمي من اسمه، فهو العالي وأنا علي. قالت فاطمة: وأنا كذلك، فهو الفاطر وأنا فاطمة. قال علي عليه السلام: أنا حياة العارفين. قالت فاطمة: أنا مسلك نجاة الراغبين. قال علي: وأنا الحواميم. قالت فاطمة: وأنا ابنة الطواسين. قال علي: وأنا كنز الغناء. قالت فاطمة: وأنا الكلمة الحسنى. قال علي: أنا بي تاب الله على آدم في خطيئته. قالت فاطمة: وأنا بي قبل الله توبته. وهنا يشير أمير المؤمنين وفاطمة إلى آدم عندما خالف الأولى، أو عندما لم يكن هناك قلم، وتاب الله عليه عندما توسل، قال: يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، فتاب الله عليه. قال علي: أنا كسفينة نوح، من ركبها نجا. قالت فاطمة: وأنا أشاركك في الدعوة. وهنا إشارة من علي وفاطمة إلى قول النبي الذي تضافر عند جميع المسلمين: مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرقا وهوى. قال علي: أنا طوفانه. قالت فاطمة: وأنا سورته. قال علي: وأنا النسيم المرسل لحفظه. قالت فاطمة: وأنا مني أنهار الماء واللبن والخمر والعسل في الجنان. قال علي: وأنا الطور. قالت فاطمة: وأنا الكتاب المسطور. قال علي: وأنا الرق المنشور. قالت فاطمة:
وأنا البيت المعمور. قال علي وأنا السقف المرفوع. قالت فاطمة وأنا البحر المسجور. قال علي أنا علم النبيين. قالت فاطمة وأنا ابنة سيد المرسلين من الأولين والآخرين. قال علي أنا البئر والقصر المشيد. قالت فاطمة أنا مني شبر وشبير. قال علي وأنا بعد الرسول خير البرية. قالت أنا البرة الزكية. فعندها قال النبي صلى الله عليه وآله يا فاطمة لا تكلمي عليا فإنه ذو البرهان. فقالت فاطمة أنا ابنة من أنزل عليه القرآن. قال علي أنا البطين الأصلع. وهنا يشير أمير المؤمنين إلى أنه الذي امتلأ بطنة بالعلم والأصلع، أي أنه انحسر شيء من شعره لكثرة لبس الخوذة في الحرب، حيثما ارتفع وما استقام عمود الإسلام إلا بسيف علي بن أبي طالب 82 غزوة بسيف أمير المؤمنين ذي الفقار سلام الله عليه. قال أنا البطين الأصلع. قالت فاطمة أنا الكوكب الذي يلمع. قال النبي صلى الله عليه وآله فهو الشفاعة يوم القيامة. قالت فاطمة وأنا أخاتون يوم القيامة، أي أشرف نساء أهل الجنة. فعند ذلك قالت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تحامي لابن عمك ودعني وإياه. قال علي يا فاطمة أنا من محمد عصبته ونخبته. قالت فاطمة وأنا لحمه ودمه. قال علي أنا الصحف. قالت فاطمة وأنا الشرف. قال علي وأنا ولي زلفى. قالت فاطمة وأنا الخمصاء، أي من كثرة الجوع كانت تجوع وتطعم الفقراء والأيتام والمساكين، وأنا الخمصاء الحسناء. قال علي وأنا نور الورى. قالت فاطمة وأنا الزهراء. فعندها قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة يا فاطمة قومي وقبلي رأس ابن عمك، فهذا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل مع 4000 من الملائكة يحامون مع علي، وهذا أخي راحيل ودردائيل مع 4000 من الملائكة ينظرون بأعينهم. قال فقامت فاطمة الزهراء فقبلت رأس الإمام علي بن أبي طالب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، وقالت يا أبا الحسن بحق رسول الله صلى الله عليه وآله معذرة إلى الله عز وجل وإليك وإلى ابن عمك. قال فوهبها الإمام علي عليه السلام وقبلت يدا أبيها عليه وعليهم السلام. انظروا يا مؤمنون إلى آداب الزهراء سلام الله عليها مع زوجها أمير المؤمنين، مع أنها ليست إلا ملاطفة كلامية، وكل فضيلة ومفاخرة أتى بها أمير المؤمنين وأتت بها فاطمة الزهراء هي لهما معا، لأنهما نور واحد سلام الله عليهما.